انكروا ان في فندق في مصر الجديده اهو. بص ادي اهو خبر اهو، مجلس الوزراء يرد على شائعه غلق فندق في مصر الجديده بسبب حالات كورونا. ادي نادر سعد ابو دم تقيل. معرفش لما تختار واحد متحدث اعلامي اختار واحد عنده يعني ربع قبول مش السحنه دي. ورد سعد خلال مداخله هاتفيه مع لميس الشمطاء وقال على شاشه على شائعه غلق فندق في منطقه مصر الجديده، بيقول في الاكتشاف حالات، قال ما ذكر غير دقيق، المعلومات الدقيقه ان وجدت سيتضمنها بيان وزاره الصحه. ده الكلام ده امبارح بالليل انكر ان في، وقال بالظبط بالنص اهو منشور في جريده الوطن، ما ذكر غير دقيق. طيب الصبح بقى النهارده لقينا ايه بقى؟ اخلاء 70%. ده انا اول ما روحت وانا ماشي في السكه ناس بعتت لي صور مكافحه العدوى دي قدام الاوتيل اهو بالليل بينكر، وادي عربيه مكافحه العدوى مع الشرطه اهي قدام فندق فيرمونت. تمام، عايزك تركز بس. بالليل لميس بتطلع الساعه كام يعني؟ بتشتغل الساعه كام بالليل؟ يعني لميس بتشتغل بعد غروب الشمس، يعني السماء ما فيهاش شمس وتبقى ضلمة حالكة، مظبوط؟ لميس بتشتغل بالليل زينا كده. شوف بقى صور عربية مكافحة العدوى قدام فندق فيرمنت، هتلاقيها في وضح النهار، في وضح. بص شايف الشمس؟ شايف؟ شايف؟ ادي الصور متداولة اهي، ادي الصور لعربية مكافحة العدوى، الصور اهي، ادي الصور لعربية مكافحة العدوى. الصور دي حضرات اهي، كل الناس قالت، كل الناس قالت ان دي صور الحقيقه لعربيه مكافحه العدوى اللي كانت موجوده قدام فندق فيرمونت اهي. بص بقى الشمس عامله ازاي. لو انت بصيت على مسقط الشمس هتلاقيها تقريبا ما بين الظهر والعصر. ليه بقى؟ لان انا دارس حاجه اسمها اسقاط هندسي. في الاسقاط الهندسي كنت بتعرف الساعه كام، الشمس طلع الساعه كام. ودلوقتي الشمس ليست في كبد السماء لان ظل العربيه متحرك بزاويه شويه تحتها، وبالتالي ده ما بين العصر والظهر. يجي بقى نادر سعد بالليل يقول لك لا ده ما كانش فيه، هذه اشاعه غير دقيقه. يا راجل ده بالنهار، ده انت طالع مع لميس بالليل تكذب على إشاعة بالنهار كده. صور متداولة لعربية مكافحة العدوى اللي هي دي أمام فندق فيرمونت في مصر الجديدة. طيب هم بيقولوا قدام فندق فيرمونت. تحب نسمعك بقى ناس بتتكلم على القصة دي يا نادر يا سعد؟ إيه رأيك نسمعك تسجيلات لناس بتتكلم على الفيلم ده؟ معاك التسجيلات يا مو صلاح؟ ذيع بقى تسجيلات لناس بتتكلم على انه كان سايح دخل الفندق واصاب ثلاثة من العمال اللي بيسرفسوا، يعني ثلاث مصريين. نسمع كده اول تسجيل صوتي الناس بعتها لبعض، مش احنا والله. اسمع طيب كده. طيب احب ابلغكم كده بخبر اكسكلوسيف ان فيرمونت هليوبلس اللي في شيراتون اللي هو دلوقتي بقى هيلتون حصل فيه ثلاث حالات كورونا، والاوتيل كله محبوس والدنيا مقلوبه في شيراتون. الكلام ده يعني جاي من جوه فيرمونت بعياط وانهيارات في البتاع كله. والموضوع يا جماعه بيكبر واحده واحده، واحنا عاملين نهرج. الف الف مبروك، هنموت كلنا. بصوا يا جماعه، انا عندي واحده صاحبتي شغاله هناك في الاوتيل، وموضوع انه الست دي بتاعت المخيرة دي بتاعت الأقصر راحت على الأوتيل، ويعني المهم هي الست وفي تلاتة من اللي بيسيرفوا البريكفاست الصبح عملوا التحاليل لمتين بني آدم هناك في الأوتيل، وطلع تلاتة من اللي بيسيرفوا للناس على البريكفاست الصبح عندهم الفيروس. الله أعلم بقى هم عملوا سيرفيس لكام حد، ولسه لحد دلوقتي هم
شغالين في الهوتيل بيعملوا التحاليل. لحد دلوقتي في 3 بالست اللي هي اليابانية دي، ومستنيين انه لو في اكتر من كده هيبان بكرة والاوتيل هيقفل خالص. الكلام ده في مصر الجديدة يعني مش بعيد. انا عن نفسي واحدة من الناس الاسبوع اللي فات ما ودتش عيالي، واكتشفت انه كل الناس يا حضرات اللي بيكذب نادر سعد اللي كذب بالليل مع لميس وقال لها دي شائعات. النهارده تم اعلان انه فعلا 4 حالات، ده في مصراوي كانت مكتوبه، وجود اكتشاف 4 حالات في فندق فيرمونت.